السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. نحن في هذه الأيام على مقربة من شهر كريم وموسم عظيم، ألا وهو شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يمن علينا وعليكم بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم، ويجعله شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. كيف نستقبل الشهر الكريم؟ شهر رمضان نعمة من نعم الله على العباد، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. فيستقبل هذا الشهر بأمور: الأمر الأول الفرح والاستبشار والاغتباط والابتهاج، أن من الله عليك أيها العبد فنسأ في أجلك حتى أدركت هذا الشهر الكريم. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فكم من أناس تمنوا بلوغ هذا الشهر الكريم وحال بينهم وبينهم الموت، هادم اللذات ومفرق الجماعات. ثانيا الفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثالثا يستقبل الشهر الكريم بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة من التقصير في حقوق الله أو في حقوق عباد الله، فمن قصر في تحقيق التوحيد واتباع السنة ولزوم منهج السلف الصالح، وقصر في الصلاة مثلا، في الزكاة، في الحج، في أعمال الخير والبر، وارتكب بعض الذنوب والمعاصي، فهي فرصته. رمضان فرصة للتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في قرآنه: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، من الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. فيا من قصر في الصلاة بادر، يا من قصر في صلة الرحم بادر، يا من حمل قلبه الحسد والحقد والغل والبغضاء والشحناء على أحد من المسلمين بادر، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات، استجيبوا لله، وهكذا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يا من وقعت في أعراض إخوانك المسلمين
كذبت، اغتبت، سعيت بالنميمة، بادر بأن تستحلهم وأن تستبيحهم مما نلت منهم من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار ولا متاع، فيتبين الإفلاس الحقيقي. فرمضان فرصة للتوبة إلى الله من جميع الذنوب في حق الله وحقوق عباد الله. رابعاً، يستقبل رمضان بالهمة العالية، بالهمة والمسارعة والمبادرة والتصافي والتسامح والعفو والصفح والغفران بين الناس. يستقبل رمضان بالأمة الواحدة التي تجمعها شعيرة الصيام وتستقبل البيت الحرام، فلا خلافات ولا مذهبيات، وإنما يجمع الناس العقيدة الصحيحة والكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رمضان فرصة لحقن دماء المسلمين ووضع السلاح أمام المتقاتلين، فأمة الإسلام أمة الأمن وأمة السلام، وتعزيز الأمن بين المسلمين مطلب ضروري لا تقوم الحياة إلا به، ومكافحة أي بوادر للعنف أو للقتل أو لإزهاق النفوس المعصومة أو للتطرف والغلو والإرهاب، فإن أهل هذا النهج مدحورون. وإننا نحمد الله أن من على بلادنا بتطبيق الحدود الشرعية على كل مفسد في الأرض وعابث بالأمن ومخالف ومفارق للجماعة. فليتنبه المسلمون، فرمضان فرصة لتعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والجفاء، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ليس استقبال رمضان بالنزول إلى الأسواق وشراء ما لذ وطاب، وإن كان هذا من الطيبات التي أحلها الله، لكن ينبغي أن نستقبله بالهمة والعزيمة والتوبة والإقبال على الله والمحافظة على صلاة الفريضة وصلاة التراويح وحسن الصيام. حسن الصيام بالإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية، الحسية مثل الأكل والشرب والجماع، والمعنوية مثل حفظ اللسان والوقوع في الغيبة أو النميمة. يجب على المسلم أن يحفظ صيامه. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي نظري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمى، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ولهذا فإنها دعوة لوسائل الإعلام والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي أن تستقبل هذا الشهر بأن تبني ولا تهدم، وتجمع الأمة ولا تفرقها، ولا تكن فرصة للشائعات المغرضة والافتراءات الكاذبة أو ما يصد الناس عن دينهم من حرب الشهوات وحرب الشبهات. فليتنبه المسلمون لحقيقة استقبال الشهر الكريم. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتدعو طويلا فلا تقبل. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يا من ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهم
بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن ورتل فيه مجتهدا فإنه شهر ترتيل وقرآن. وانظر إلى من صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدان. سلام وأهلا وسهلا بشهر الصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، فاغفر اللهم ذنوبا سلفت وتجاوز عن خطايانا العظام.